نقطة ومن أول السطر. ما كانتش بتعرف تتهجى الحروف، حروف اسمها، ومع ذلك إذا وضعت مؤلفاتها فوق بعض هيعملوا حوالي 3400 كومة. كل كومة ورق منها تساوي في ارتفاعها قمة إفرست، أعلى قمة في العالم. وصلت مؤلفاتها حوالي 2000 مليون نسخة، يعني 2 مليار نسخة. وبتعد مؤلفاتها طبقا للإحصائيات أنها تعدت في شهرتها شهرة شكسبير، وده حسب ما أعلنته منظمة اليونسكو. إزاي؟ إزاي وهي ما كانتش بتعرف تقرأ وتكتب ولا تتهجى الحروف في طفولتها؟ ده اللي هنعرفه بسرعة في الدقائق البسيطة دي، ونقطة ومن أول السطر. اتولدت أغاثا كريستي، أكيد كلنا سمعنا الاسم ده، الروايات البوليسية. أغاثا كريستي اتولدت 1890 في إنجلترا، والغريب إنها ما دخلتش مدرسة. يعني لو ظروفك ما سمحتش إنك تدخل مدرسة، دي مش معناها نهاية الحياة، لأن مدرسة الحياة أكبر من حياة المدرسة. الغريب إنها ما دخلتش مدرسة بسبب تقاليد قريتها اللي كانت فيها الأم هي اللي بتعلم بناتها، فده ما خلاهاش تبقى مش متعلمة، ده العكس، ده خلاها تبقى مثقفة أكتر من غيرها، وده اللي هنعرفه مع بعض بسرعة. كانت في طفولتها مش بس بتعرف تتهجى أو ما بتعرفش، دي كانت بتتهته زي ما أنا دلوقتي تهتهت، لغاية ما في يوم جالها دور برد شديد، فمامتها قالت لها علشان ما تحسيش بالوقت وانت في السرير اكتبي قصة قصيرة يا ستي مش رواية. انتوا متخيلين واحدة يجيلها برد مامتها تقول لها اكتبي قصة؟ ودي كانت بداية اول قصة قصيرة تكتبها في حياتها وهي في فراش المرض، ونقطة ومن اول السطر. بعد القصة اللي كتبتها أغاثا وهي طفلة على فراش المرض انطلقت، بدأت تكتب كذا رواية، لكن طبعا ما فيش ناشر قبلها. ليه؟ مش معروفة. يعني أنا لسه من مدة شايف فيديو للاعب كرة شهير جدا رونالدو لبس ماسك على وشه ونزل ينطط الكرة في أسبانيا في ميدان عام، الناس كلها ولا حد عبره عشان مش عارفين مين ده، مع أنه نفس الموهبة بس هم مش عارفينه. مفيش غير الطفل هو اللي انبهر بالموهبة، لأن الطفل بريء بيقدر يميز الموهبة حتى لو صاحبها شخص مش معروف. وكانت المكافأة انه شال الماسك ومضاله على الكرة اسمه، والناس كلها ايه ده، هو ده هو ده، وندموا ان هم ملعبوش معاه. لكن الطفل هو اللي اتكافئ لأنه تعامل مع صداقته بصدق. نرجع لموضوعنا بسرعة. أغاثا كريستي في طفولتها قلنا كتبت قصص كتيرة وكتبت روايات، ولما كبرت مفيش ولا ناشر رضا ياخد منها اي رواية، لغاية الناشر رقم 7 هو اللي قبل اول عمل من اعمالها. وده خليك ما تيأس لو خبطت على كذا باب بعمل ما او بموهبة ما واتقفل في وشك، ده مش معناه انك فاشل، ونقطة ومن اول السطر. الرواية اللي كتبتها أغاثا اللي تقدمت بيها لدار النشر كتبتها لما تطوعت في الصليب الأحمر أثناء الحرب العالمية الأولى، واللي عرفت وقتها من صناعة الأدوية إمتى تتحول الأدوية لسموم، وده ساعدها جدا في روايتها فيما بعد. اتجوزت أغاثا كريستي سنة 1914 من واحد اسمه أرشيبالد كريستي، وده اللي أخذت منه لقبها. لكن زواجها من عالم الآثار ماكس ملوان 1928 خلاها تلف معاه العالم كله وتكتب معظم رواياتها أثناء سفرها معاه في المعابد والمتاحف ونيل مصر والعراق، وكتبت روايات شهيرة جدا، ومعظم رواياتها كانت في المعابد وعن الأدوية. بتتميز روايتها بالعمق وتحليل النفس البشرية ودوافع الجريمة، وبتتميز أكثر باللغز والغموض والحبكة الدرامية البوليسية العبقرية وعنصر المفاجأة اللي بتتفاجئ بيها في النهاية. وأجمل ما في رواياتها إن الخير دايما بينتصر في النهاية حتى لو بعد ما مات ناس طيبين. مفيش رواية واحدة كتبتها
فيها مشهد واحد يخدش الحياة، ومع ذلك مبيعاتها في فرنسا سنة 2006 وصلت بس في فرنسا 20 مليون نسخة لأغاثا كريستي. ومن أشهر مسرحياتها مسرحية الفئران اللي اتكتبت سنة 1930 وفضلت تتمثل مدة 80 سنة. ومنحت أغاثا كريستي ألقاب عديدة، وما ننساش أن اللي فجر موهبتها في طفولتها هي والدتها لما نصحتها تكتب قصة وهي مريضة، تكتب قصة وهي مريضة، لأن من الألم يولد الإبداع، ونقطة ومن أول السطر.